دكتور فتحي أردوغان رئيس المهرجان الروسي ودول الكومنولث، اهلا بك معانا في الاخبار. اهلا بك يا ياسر، بس احب اضيف معلومه، ومهرجان الدولي السادس للاسبوع الثقافي الروسي الكازاخستاني الأذربيجاني الجورجي الأوكراني، بمعنى ان دول مجموعة من مجموعة دول الكومنولث، انا وضحتها بس لان احنا هذه الدول ولأول مرة في تاريخ الغردقة يتواجد سفراء هذه الدول يشاركوا معانا هم والمستشارين الثقافيين بتاعهم في المهرجان. بنجد ان مشارك معانا سفير اذربيجان والمستشار الثقافي بتاعه، سفير جورجيا والمستشار الثقافي، سفير كازاخستان، سفير كوريا الجنوبيه، السفاره الروسيه ومستشار السفاره الروسيه ومدير المراكز الثقافيه في مصر. ده بيدي رساله للعالم الخارجي ان مصر امنه، الغردقه ومحافظه البحر الاحمر امنه، السياحة بخير في مصر، وإن السفراء هذه الدول كدبلوماسيين بيتحركوا في أمان وبدون حراسات وكأنهم موجودين في بلادهم. بنهاية المهرجان وعودة السفراء لسفاراتهم أكيد هيدوا انطباع كويس في بلادهم عن السياحة في الغردقة وعن الأمان في الغردقة، وده هيبقى أكبر دعم وسند لتنشيط السياحة في الغردقة والبحر الأحمر إن شاء الله بإذن الله. كم فنان روسي مشارك في المهرجان؟ طبعا الدول اللي هي المشاركة مشاركة بسفراء ومشاركة برضو بفنانين، يعني مثلا في مطربين من دولة كازاخستان هيشاركوا، في فرقة غنائية موسيقية من روسيا، في من الجالية الأوكرانية في الغردقة برضو فرقة أوكرانية. يعني هنجد ان كازاخستان وأوكرانيا وروسيا مشاركين بفرق موجودة بجانب الفرق الفنانين المصريين. احنا عندنا من الفنانين المصريين في عندنا الفنان ابو الليف، عندنا المطربة ليلى غفران، ريهام حلمي، عندنا من الممثلين والفنانين الممتازين عندنا رامي وحيد، عندنا باسم سمرة، في عندنا شريف باهر، مجموعة كبيرة علشان بس الواحد ما ينساش الأسماء، مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين بجنب الفنانين الأوكرانيين والروسيين والأذربيجيين. وأنا أتمنى أن يكون هذا المهرجان مهرجان إن شاء الله بداية خير لتنشيط السياحة في الغردقة والبحر الأحمر بصفة عامة. دكتور، في خطة أن المهرجان يسافر روسيا أو يتعمل في روسيا؟ والله احنا بنخطط لان احنا نعمل اسابيع ثقافية في هذه البلاد، يبقى في اسبوع ثقافي مصري في روسيا، اسبوع ثقافي مصري في اوكرانيا في الميادين العامة هناك. بنحاول دلوقتي برضو نمد نشاطنا مش لأوكرانيا وروسيا وبس، ولكن لباقي دول السوفيتية السابقة اللي هي دول زي كازاخستان وأذربيجان وجورجيا، بنوسع نشاطنا وبنسعى لباقي الدول زي أوزبكستان وطاجكستان وباقي الدول لتوسيع قاعدة وانتشار السياحة لهذه الدول في مصر إن شاء الله بإذن الله. ده احنا في كمان بنخطط ان احنا بدل ما ندمج كل هذه الدول في اسبوع ثقافي واحد، احنا ممكن نعمل اسبوع ثقافي روسي، بعدين اسبوع نعمل جدول اسبوع ثقافي اوكراني، اسبوع ثقافي كازاخستاني، اسبوع ثقافي جورجيا، اسبوع ثقافي اذربيجاني، وهكذا، بحيث نشغل السنه كلها بالنسبه للغردقه. بنعمل سكيدول كده، جدول للاسابيع الثقافيه لهذه الدول، وهذه الدول بيقدروا قيمه الغردقه والجو الدافئ للغردقه. ما تنساش احنا في الوقت ده دلوقتي بالذات في هذه البلاد درجه الحراره بالماينس ناقص واحد وناقص اثنين وتلج. تخيل السائح لما يطلع من بلده من وسط الجليد ولابس لبس قد كده يرمي كل ده ويجي تلاقيه نازل بالمايو بالشورت في نفس التوقيت، ده بالنسبه له حاجه يعني جميله جدا جدا جدا. شكرا جدا يا دكتور، نورتنا. بنتمنى التوفيق لبلدنا وللسياحة إن شاء الله بإذن الله. شكرا.